للعب لدقائق امام المنتخب البحريني. يتلقى من محمد النني، يلعبها حلوه قوي عمرو ورده، عمرو ورده، لكن لو راح للعمق دي بقى احسن، يرجع حلو قوي لمحمد صلاح، صلاح يلعبها للنني، روح يا راجل، روح يا راجل، حطه رجل، يا يا ربي يا اه يا مصر، اه يا مصر، عملها النني، عملها نجم مصر، سجل الهدف الاول، صلاح يمرر والنني يضعها، واندو يبحث عنها الطريق الى شباك الكاميرون في هذه اللقطه، كانت من محمد النني، يعود النني ليضع الجميع هنا في هذه اللقطه. انت في نني العين يا نني، في نني العين يا نني، سجلت يا نني، فرحت مصر يا نني، انك مصري وهي نعمه تستحق الحمد. ادي الهدف الاول، ادي الهدف الاول، محمد النني يا ولد يا ولد، عمرو ورده شوف التوليفه وشوف امامنا هنا، محمد صلاح النني اتحرك حلو قوي، كل ترقب العرضيه، النني ضحك على اندوا قال له تعالى هات نكونو وهات انطوان بيل وهات زونجو وهات كل اللي عندك، هات كل حراس الكاميرون، هحطها لك هحطها لك، وحطها له وحطها له في الدقيقه، ويضع محمد النني منتخبنا في هذه اللقطه. بص شوف النني بيعمل ايه، محمد النني العنوان العريض حاليا، نجم ارسنال ان شاء الله يقود مصر هو ورفاقه ومحمد صلاح وباقي النجوم للقب الامم الافريقيه. النني يسجل، يفتتح التسجيل هنا، وبكاء محمد النني تعرض لبعض الحملات، لكن البعض كان لا يشكك في النني، لكن يريد ان يتطور النني، والنهارده النني يفعل ما كنا نتمناه ويسجل في الدقيقه 21 هدف التقدم المصري على الارض على طول، واحد ناشئ لمصر في وسط الملعب.